استخدمت البنادق على نطاق واسع خلال الحرب العالمية الأولى والثانية، حيث كانت كل دولة تستخدم نوعا أو أكثر من بنادق المشاة في ساحات المعارك. استخدمت بعض البنادق ضمن نطاق دول معينة، أما بعضها الآخر فكان يستخدم بشكل عشوائي وواسع بدون احتكارها من قبل دول معينة. في هذا المقطع سنقوم بذكر 7 من أفضل البنادق المشاة التي استخدمت خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية. قبل البدء ادعمنا بتسجيل الإعجاب والاشتراك بالقناة لكي يصلك كل جديد. بندقية أريكسا 99. هذه البندقية من البنادق القصيرة والتي تعرف أيضا باسم الصامدة حتى النهاية. استخدمت هذه البندقية على نطاق واسع من قبل اليابانيين، كما تعتبر واحدة من أقوى البنادق العسكرية على الإطلاق. استخدمت من قبل الجيش الياباني الإمبراطوري خلال الحرب العالمية الثانية. كان لهذا النوع من البنادق عيب لم يكن موجودا في النماذج الأولية منها، وهو أن الارتداد بعد الإطلاق كان كبيرا، وذلك لأن العيار الناري المندفع من هذه البارودة الخفيفة الوزن ثقيل للغاية. بندقية موزر كيرباينر 98 كي. تعرف هذه البندقية باسم بندقية كار، وتم استخدام هذه البندقية من قبل الألمان، حيث اعتمدتها جميع أفرع القوات المسلحة الألمانية كبندقية رسمية لها خلال الحرب العالمية الثانية. ففي حال وجد أي ألماني في ساحات الحرب من أوروبا إلى شمال أفريقيا ومن الاتحاد السوفيتي إلى فنلندا والنرويج، فكان لابد من تواجد بندقية موزر كيرباينر 98 كي بحوزته. اشتهرت هذه البندقية بقوتها، ففي البداية كان من الصعب الوقوف في وجهها وهزيمة من يحملها، كما يعود الفضل لها في معظم الانتصارات التي حققتها القوات الألمانية. ولكن سرعان ما تناقصت قوتها عندما بدأت القوات الأمريكية والسوفيتية بتطوير أسلحتها التي أصبحت شبه آلية، الأمر الذي قلب سير أحداث الحرب وأصبحت القوات الأمريكية والسوفيتية هي المسيطرة. ولكن على الرغم من هذا، بقيت البندقية السلاح الرئيسي في يد القوات المسلحة الموحدة لألمانيا فيرمخت حتى نهاية الحرب العالمية الثانية. بندقية ماس 36. هذه البندقية الفرنسية عبارة عن بندقية قصيرة من طراز كاربين. تتميز هذه البندقية بهيكلها المسطح بالإضافة لمخزني ذخيرة. ظهرت بندقية ماس 36 نتيجة تجربة فرنسية خلال الحرب العالمية الأولى، فهي عبارة عن خليط من الميزات تعود لبنادق أخرى بريطانية وأمريكية وألمانية. قد تبدو بندقية ماس 36 قبيحة وخشنة بعض الشيء، ولكنها قوية وذات أداء ممتاز، كما أن مقبض الترباس منحن للأمام، ولكن موقعه لا يقلل من جودة هذه البندقية، فهو يوفر مكانا مريحا وملائما ليد المطلق بشكل جيد. وتم تزويد بندقية ماس 36 بفوهة أمامية كبيرة وأخرى خلفية، كما كانت أنبوبة هذه البندقية قصيرة ومصممة للإطلاق ضمن نطاقات القتال النموذجية على خطاف تثبيت، والذي عادة ما يتم استخدامه لتثبيت البندقية. يوجد في هذه البندقية 3 من خطافات التثبيت. بندقية موسن أم. تتميز هذه البندقية بسهولة الاستخدام والقوة، كما أنها تعتبر في كثير من الحالات أفضل بنادق النجاة خلال الحروب. تم تزويد هذه البندقية بمخزون داخلي يتسع لخمس طلقات بالإضافة لمشط من الذخيرة، كما تدعم هذه البندقية خاصية الحشو السريع. استخدمت هذه البندقية خلال الحرب العالمية الثانية، وتم تطويرها من قبل الجيش الروسي بين عامي 1882 و1891، حيث استخدمت القوات الروسية المسلحة وقوات الاتحاد السوفيتي بندقية موس الناغات لمحاربة الأعداء من تسعينيات القرن التاسع عشر حتى ستينيات القرن العشرين، كما استخدمها الروسيون ضد اليابانيين والألمان وضد إخوانهم الروسيين والفنلنديين المجاورين. عندما بدأت الحرب العالمية الثانية، أصبحت هذه البندقية السلاح المفضل للقناصين السوفيت والفنلنديين،
حيث استخدموها لإبادة قطاعات عسكرية كاملة بمفردهم. بندقية كاركانو. بندقية كاركانو الإيطالية، والتي صنعت عام 1940 وبعد أن تم تطويرها عام 1890 وسميت على اسم مطورها سالفاتور كاركانو، وعادة ما كان يطلق عليها اسم M91، استبدل الإيطاليون بنادق فيتيريلي فيتالي القديمة ببنادق كاركانو وجعلوها السلاح الرئيسي لهم، حيث تم تزويدها بمخزن تم طرحه عام 1891. أما بالنسبة للطلقات فقد كان يتم حشوها بطلقات كاركانو بدون حافة قياس 6.5×52 مليمتراً. كما اشتهرت هذه البندقية باستخدامها لاغتيال الرئيس الأمريكي جون كينيدي. بندقية لي إنفيلد. في أوائل القرن العشرين اتخذت كل من قوات الإمبراطورية الإيطالية وقوات الكومنولث العسكرية من بندقية لي إنفيلد كسلاح رئيسي لها. تعمل بندقية لي إنفيلد بالمزلاج ويتم حشو الرصاص فيها في مخزنها، كما خدمت في الجيش البريطاني كبندقية قياسية حتى عام 1957، حيث تكفل البريطانيون بإعادة تصميم بندقية لي ميدفورد عام 1888 وأنتجوا بندقية لي إنفيلد الخارقة. لا تزال هذه البندقية تستخدم من قبل القوات المسلحة لبعض دول الكومنولث، ولا سيما شرطة بنغلاديش، أي أنها البندقية التي بقيت لأطول وقت ضمن إطار الخدمة العسكرية، كما أنها لا تزال تستخدم ضمن الخدمات العسكرية الإلزامية حتى يومنا هذا. بندقية M1 جيريند. مهدت هذه البندقية الطريق أمام ظهور جيل الأسلحة الآلية وشبه الآلية التي نراها اليوم. كانت تستخدم على نطاق واسع من قبل الجيش الأمريكي منذ عام 1936 حتى عام 1957، كما كانت أول بندقية عسكرية شبه أوتوماتيكية وسميت بهذا الاسم نسبة لمصممها جون جيريند. منحت هذه البندقية ميزات كثيرة للقوات الأمريكية في مختلف المعارك التي خاضتها هذه القوات خلال الحرب العالمية الثانية، وخاصة أن أعدائهم في ذلك الوقت قد استخدموا البنادق البطيئة التي تعمل بالمزلاج. كانت هذه البندقية شبه الأوتوماتيكية تعمل بالنظام الغازي وتحتوي على تبريد هوائي ويمكن وضعها على الكتف والإطلاق. كل هذه الميزات جعلت منها بندقية عسكرية خارقة.